أنا طبعا اعتقلت يوم الأربعاء 13/7/2011، يعني مجرد ما وصلت إلى مكتبي للعمل فإذا بأفراد من ركن الاستخبارات في ديانة الوزارة يستدعوني، اثنين مسلحين واحد بدون سلاح، نجي بالبعض. قلت لهم معكم؟ قالوا تفضل معنا. أين؟ قالوا عند ركن الاستخبارات. ليش؟ ليش تدي لي مسلحين؟ اتصل لي أنا أجي اتصال. قالوا هكذا. قلت لهم أنا ما أمشيش أنا مع مسلحين، أنا ماناش مجرم، أمشي مع الذي مش مسلح بمشي معه، واللي مسلحين واحد تقدم واحد يتأخر بعيد، ما أمشيش أنا مع مسلحين. ومشينا هناك، عمل معي 4 أسئلة ركن الاستخبارات عندنا في الوزارة، يعني 4 أسئلة، لأنه يعني زي ما تقول إجراء روتيني، يعني إيش علاقتك بالثورة؟ بتسير الساحة وابنك بيسير الساحة وكذا، وعادك لازلت الآن بتمارس، قالوا بتعمل أنشطة وبتسير عند علي محسن وكذا. قال لي تلفونك، لأنه بزلوا تلفوني من يوم أول ضابط أمن الوزارة، كله نغمات وقصائد يعني كلها ثورية، قلت هذا أكثرها يعني بيعملها ابني وكذا. المهم ما دريت لو يقول لي أنا اضطر نرسلك الاستخبارات. قلت له ليش؟ وعاد أنا أتكلم أنا وأنت يا أخي محمد، أنه يعني قلت لك العامل يجي يعمل لنا مسمار هذا الأيام، كما هذا الأيام وقت المسامير تزعل أنت واحد يجي يقول لك فلان في ساحة التغيير. قلت لي أنا في أنني في راسك. قلت أنا أنت في راسي. قلت ليش ما أنا قد خرجت من راسك؟ قال الموضوع مش بيدي. قلت له بيد من؟ قال الموضوع بيد علي الفندم علي السياني. قلت له أنا متساءل يعني ما دخل علي السياني؟ أنا أعرف أن علي السياني ما عادش مدير الاستخبارات، أنه نائب رئيس الأركان للشؤون الفنية. فقال لي فضول، هكذا قال لي فضول. فراح لعند علي السياني والتليفون بيده والمحضر الذي عمل معي ورجع. أنا ذا حاول أراجله، يعني قلت عاد أنا أشوف لي ربما يخوفوني بهذا التخويف. قلت له يا مدعيسة يقع أنذار، يقع لفت نظر، يقع هذا ما. فمسك يدي يعني زي ما يحدث بالأفلام، قال لي تعال نتكلم أنا وأنت. وخرجنا أنا خارج، أنا أشوف لغت في سيارة صالون جيب من هذاك المرتفع، وفيها سواق بيسوق ميري كلهم، واحد رايد بالقدام وفي الخانة الثانية مقدم ورايد. نزل المقدم ودخلوني بين الضابطين وداروا المحضر والتلفون. أدركت أنه يعني بيشلوني الاستخبارات، فكنت خايف. يعني أسباب الاعتقال في ظاهرها الظاهر، رغم أنه كلهم استهجنوها حتى الضباط اللي كنت معهم، أنها النغمات حق التلفون، لكن الذي فهمته أنا فيما بعد أنها دسيسة من أحد المغرضين، بين حصل سوء تفاهم، فاننا اني اعمل عليه تقارير لعند علي محسن وكذا، بيسالوني ايش فيك، ايش لك تحرك ومالك، يعني ايش يبدو عليك القلق؟ قلت له ما عنديش قلق ولا حاجه، يعني ان النغمات الثوريه الاناشيد الثوريه. قلت له ايوه. قالوا مسكوك في الساحه؟ قلت لهم ماشي. بتمارس انشطه ثوريه داخل الوزاره؟ قلت لهم ماشي. من مسكوك؟ قلت من المكتب. جاوا قالوا بسبب النغمات. قالوا ما في غير الكلام هذا. قلت لهم لا لا، قال هذه تفاهة، واحد منهم قال هذه تفاهة، لكن على العموم ما تقلقش، يعني قال لي ما تقلقش، قال يعني إذا زادت 3 أيام 4 أيام وترح لك، إذا أنت متأكد ما إلا النغمات. قلت لهم والله هذا الذي واضح إن إلا النغمات. طبعا اطمأنت أنا من الكلام حقه. ماذا تحركنا؟ ما أنا في داري في الشوارع وهذا ولما وصلونا هذيك البونية ما يسموه قصر البشائر، باب يعني غريب كأنه مثل حق الأفلام القديمة هذيك، يفتح الطاقة هكذا دغدغ. وشافونا من هذا ودخلوني إلى داخل، دخلوا سلموا المحضر والتلفون وأنا سلموني الفرد. يعني التعامل، يعني أنك 25 سنة ذي تخدم أو 20 سنة ذي تخدم كضابط في القوات المسلحة وتستقبل ذلك الاستقبال وأنت يعني تهمة ما فيش تهمة ولا مصور، وتستقبل هذا الاستقبال، أنا شعرت بامتهان لإنسانيتي وامتهان لكرامتي. يستقبلك يعني يمكن طفل عمره 17 سنة الميري، خلع البريه، خلعت البريه، خلع الرتب، خلع ما في جيبك، خلع القايش. طبعا أنا يعني بدأت أشعر كذا بنوع من القلق. فطلعوني بعدين غرفة، يعني شلني واحد يعني كذا شاب بدين، يعني من الموظفين من العاملين حقهم، وبيشوفني مضطرب وربط البنطلون طبعا بباغة. قلت لهم بيش اربط البنطلون كبير؟ قال لي اربطه بباغة. يعني قلت لك خلاص كان انا ما قد خدمتش ولا او انه مسكوه واحد صهيوني يعني او عميل او مخرب، ما ادري ايش الوضع اللي ايش توصفه. ف
طلعني واحد بيسألني ايش في عليك يا فندم كذا، تعاطف معي يعني تعاطف كذا. قلت له والله هي تسب التليفون، النغمات حق التليفون. قال بس، قال لي بس هذا الكلام ايش من حقراء يعني ادى الكلام هذه. طبعا لن اسمي لان ما اذكرش اسمائهم، لانه حتى ما بيدوش اسمائهم الحقيقي هناك داخل الاستخبارات. فسألته هنا كذا يعني باشفاق، سألته باشفاق وناتج عن الخوف الذي داخلي وكذا. قلت له ايش تسألك سؤال ممكن؟ قال لي تفضل. قلت له ما في شيء، انا ما بش هي، انا ما بش تعدي على كرامه، هذا مش مشكله سيد. قال لي اطمئن بس، خرج اللي عندك، خرج اللي عندك، ما تقلق، شنط ضابط ما بيتعدوش عليك. ارتحت نسبيا من هذا الكلام يعني، اطمئنت على الجانب هذا. قلت فدخلت في غرفه في هذا المكان اللي يسمى دار البشائر، قالوا كان بيت الامام يحيى. غرفه طبعا مظلمه، طلعوني غرفه مظلمه مظلمه لا ترى منها يعني، ما فيها فتحه صغيره فوق الباب، ما يجي الضوء الا وقت هذا، مليئة بالسفنجات القديمة والفرش يعني حالة رثة للغاية، مليئة بالعلب عزك الله، مليان بول من السجناء السابقين. تجد فيها شيء يعني ممكن تطمئن إليه نفسك، حتى وين تصلي ما فيش مكان تصلي إلا غدو. هذا طبعا يعني هذه الغرفة مكثت فيها 3 أيام يعني، وتطلع الحمام باليوم 3 مرات يعني، إذا اضطرت لقضاء الحاجة تقضيها إلى علبة. أنا يعني وجدت تفسير لما كنت هذا لما شفت العلب ليش ماذا، أنه ما بش أين يصير يعني يفرغ ما في جعبته. بعد هذا يعني 3 أيام طبعا هذه من أصعب الأيام على حياتي، أنه 3 أيام وانت مسجون، ما انتش داري ليش، ما انتش داري ليش، وانت داري كيف أسرتك، ويعني ولا عمل حساب لخدمتك السابقة ولا لإنسانيتك ولا في سجن. لا يصلح والله، لا تصلح غرفة للدواء بعد تلك الغرف. بعد طبعا هناك اللي يدي لك زي الكلب، يفتح الباب ويديه لك من تحت الباب، يفتح ويديه لك بقايا أكل هكذا. ويعني لا يكفي يعني لا تكفي مش ربع وجبة، والشاي بارد وكذا. وأحيانا قد يؤتى لك بالشاي يعني مخلوط بأشياء يعني، أنا مرات ونحن نشرب شاي قد إحنا مع هذا يعني كنت تطعمه بريحة يعني، كنت أطعمه بطعم ملوحة وهذا، فنكتشف بالأخير أن القارورة عزكم الله تشم البول يعني، ريحة البول نافذة فيها. فهذا كان آلمني، تركت وأنا الشاي، تركت وجباتهم، كنت أكل كدموما لأنه ما سببت لي أمراض عاهة يعني، كنت بحالتي حالة. بعد 3 أيام نزلت في اليوم الثالث مساء، كانت أول مقابلة وأول محضر. أول ما وصلت عند المحقق رئيس عبادة التحقيق، قلت له قبل السين والجيم والأسئلة أنتم تصنعون الثوار بإجادة. قلت له أنا بالنسبة لي بخرج من هنا ومصيري بخرج، قلت له بخرج من هنا إلى ساحة التغيير، أسير على انضمامي بمؤتمر صحفي واشترط وجود المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تطلع على. قال لي ليش؟ قلت له تطلع على الممارسات التي، قلت له أنا أتعامل معاملة لا إنسانية. قلت له خدمتي الآن 20 سنة في الجيش، وفي الأخير اعتقل وأرمى في غرفة يعني مظلمة، ويؤتى لي بالأكل كالكلاب يعني، لم ترعى لي حتى يعني إنسانيتي، لم ترعى لي حتى إنسانيتي. فأنا قال لي، قلت له الأكل يعني لا يناسب وكل شيء لا يناسب. قال لي على العموم اشتك تنسى حاجة اسمها المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، هذا بتعبك. ثانيا بالنسبة للسكن بنغير لك السكن، والأكل بقى نكون ندي لك أكل تمام ودافي وفي وقته، وبنسكنك في جناح مع ضباط محترمين وكذا كذا. وبدأ بعدين يعني نحضر الأسئلة يعني عن الثورة وعلاقتي بالثورة والثوار قيادة الثورة. قلت له لا علاقة لي بأي قائد من قيادة الثورة. طبعا بعد ما سألني عن انتماءاتي السياسية لأسرتي، أسرتي مكونات وهذا، اديت له كل شيء على بلاط، انه في معانا 2 من قيادة الاصلاح يعني الكبار في المنطقة، وانا بالنسبة لي مستقل انا واخواني. قال لي ليش ما هذا؟ قلت له ما انا مش مقتنع انا بالانتماء السياسي حتى لو انا يعني مدني، لانه اديت له التعليل، انه قلت له الحزبية انا في تصوري انها تحجير، انك تحجر على نفسك واسع يعني، وانت خلقت حر يعني، لما تكون منضوي في اطار معين هم تفكر كما يريدون وتقرأ ما يريدون ولا ما تكون شيء. لكن قلت له فكيف هذا كان في المدني الناس يعني يختلفوا بالورق وبالجرائد، لكن في العسكري
يختلفون الناس بالدبابات المدافع. فأنا مش مقتنع أنا بأي انتماء سياسي. قال لي ليش يعني نشط في الثورة للشهرين الأولى؟ ذكرت له الأسباب، أنه يعني للمعاناة اللي بنعيشها كلنا يعني اليمنيين. قلت له أنا أسير يعني عالج، أسير أودي بنتي المستشفى وبعد أسبوعين أشتري لها العلاج، اليوم أوديها عند الدكتور وبعد أسبوعين أشتري لها العلاج، اليوم أستلم المرتب بكرة أبدأ أدين. ما يعني أنا يعني أشعر بعنصرية في الجيش بالذات، نتعامل بعنصرية مقيتة. يعني أنا ضابط ولي 20 سنة وبرتبة مقدم، أشتغل مع ضابط مؤهله الوحيد أنه من سانحان، هو نقيب وأنا مقدم، هو يستلم يعني علاوة 15,000 أنا أستلم 5,000 ريال، هو يستلم 150 لتر بترول أنا أستلم 90 لتر، هو يستلم يعني سيارة ومش مستحق، قاعد نقيب وأنا قد معي الأمر الأول، أمر الصرف الأول وأمر الصرف الثاني، ولم أستلم سيارة إلى الآن. قلت له باركت لصاحبي لزميلي هذا، باركت له من كل قلبي، وقلت له من هنا تأتي الثورة. قلت له عاد استلمها قبل أسبوعين على فكرة، قلت له وتعرفه تمام المعرفة لأنه من بلادكم. قال لي كلنا بنعاني هذا المعاناة هذا. قلت له لا، أي واحد من سنحان الضباط كلهم مرتاحين وبيوت، إحنا مستأجرين طول عمري أنا مستأجر. ما شعرت يوم يعني لم أعد أعتز بأني ضابط القوات المسلحة. هذا في اللقاء الأول. وبعدين اللقاء الثاني يعني كانوا تأكدوا من المحاضر الأولى أن كانت صحيحة، وأيضا مما أخذ يعني مش علي على زوجتي، قالوا أن في إحدى المحاضرات قالت أنه علي عبد الله صالح فرعون اليمن. يعني استفز زين النسوان وبيقول إن للشهيد، وهي بتقول عن الشهيد أحمد عواض تقريبا أنه شهيد وكذا، فنسوان قال يعني شهيد ما قتلش في إسرائيل ولا قتل مدري ما هو هذا. فجلس يتناقشين لدرجة أني واحدة تقول يعني زوجتي قالت تقول لهن تحمدي الله أنه يعني إحنا نتحمد الله أنه الساحة هذه حوت يعني رجالة اليمن وعقولها المفكرة، ما بين طالب العلم ما بين المهندس والدكتور والمثقف. قالت والله لو كان علي عبد الله صالح في السبعي ورسول الله في الجامعة ما أثير له سبعي. فزوجتي يعني أثيرت بهذا الكلام، قالت إذن قد فرعنتم وألهتم كفرعون، أنا ربكم الأعلى وأنتم اتبعتم فرعون. أنا بالنسبة للتعذيب الجسدي إطلاقا لم يرفع علي حتى صوت الإنصاف، يعني هذا شهادة لله سبحانه وتعالى ثم للتاريخ نكون منصفين في كل شيء. لم يمارس علي أي تعذيب جسدي، رغم أني كنت عندما أدخل غرفة المحقق أرى وسائل التعذيب بعيني، العصية الكهربائية والهراوات ووسائل كهربائية للتعذيب، لكن لم يمارس علي أي منها الحمد لله، ولم يرفع علي حتى صوته أشهد لله. لكن النفسي طبعا يكفي يعني أن تسجن، أن تحرم من أهلك، أن تحرم من أولادك، أن تحرم من أبنائك، أن تحرم من الأكل التي تأكلها، أن تحرم من أن تذهب إلى الجامعة لتصلي الجماعة. طبعا بالبداية قلت لك يعني تقريبا 3 أسابيع